راجعين يراجعون اكثر شيء اللي هي يخصهم الجدول، يعني المراجع اللي ما له علاقه بالجدول يجي يراجعنا نستقبله، ما عندنا اشكال، لان احنا نستقبله بصوره عامه، بس الاكثر يجينا حسب الجدول، يعني وقت المرات تاسس الاسبوع جدول يخص الايمن عشان ما يصير عندنا لود كثير، بس وقت اللي يخص الايسر الجدول المناطق اللي خاصه الشعبيه بالايسر يصير عندنا ازدحام شويه، تعرف الكون البطاقه الوطنيه بها اشكالات السجل، اذا بينوا اي ملاحظه اي شخطه يرجعوا الموظف يضمنوا صوره قيد، لان لازم يوثقه وينطيه لبغداد ما يعتمدون. واكو كثير اوليات عندك بال 17 18 19 صدر هويات الاطفال بس ما مثبتيه بالسجلات، يرجعون علينا احنا نعطيهم صور قيد مرتبه حتى يثبتوه بالسجلات. اهم الدوائر طبعا هي الاحوال المدنيه، بعدين تجي المحكمه تقاعد، يعني هاي اكثر الدوائر نتعامل معها، ونحن نتعامل مع اكثر الدوائر، لان اكثر الدوائر كموظفين اللي تصير عندهم اطفال اضافت على الراتب او شيء يريدون منه صحه صدور يجون يراجعونه. نعم، شخص اذا متوفي مثلا دائرته تريد منه صوره قيد مثلا مجلس تحقيقي كجندي ضابط منتسبين الحشد، كل الدوائر نتعامل معها. بنوك، نعم. معوقات بعملكم؟ والله المعوقات يعني الحمد لله ما عندنا معوقات صعبه، بس المشكله احنا مكاننا، يعني احنا مكان المفروض نرجع المركز الصحي السكر اللي كمل هسه اخذونه الخنساء، بس الخنساء افرض من عندنا لان هي تقدم حالات طارئه للاطفال، خاصه جراحه الاطفال صاوي والطوارئ. حاليا احنا بالموقع نتمنى ان شاء الله تكمل الخنساء ونرجع لمكاننا اللي هو داخل المركز الصحي السكر اللي بالفرع. العمل جاري موجبه يعني تصديق بيانات، إصدار شهادات وجود، تصديق شهادات ولادة، شهادات وفاة. الدائرة اللي تطلب أي أو مواطن اللي يجي عنده معاملة كقسام شرعي كمحكمة نصدر له صور قيد بناء على طلب كتب محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الاستئناف نينوى. يطلب من مكتب ولادة توفيات الأيسر صور قيود للقسام الشرعي، وبناء على طلب الأحوال المدنية الأيمن أيسر أقضي نواحي بطلب صورة قيد ولادة للطفل. زين، والمكتب تم فتح المكتب في عام 1992 بهذا الموقع بديل، حاليا موقع بديل، الموقع الأصلي مقابل مستشفى الخنساء. زين، عندنا مكتب اللاخ بالموصل، مكتب الايمن اللي هو اساس اول ما فتح المكتب. احنا المشكله اللي نعاني من عندها، يجي الموظف كتعيين جديد ينسبون المكتب ولادات وفيات، تعرف سنه يكمل تدرج الطبي مالته زين فيطلع، فيصير عندنا يعني نقص كوادر. خلال ربع ساعه صوره قيد كحد يعني اعلى، ربع ساعه زين يكمل صوره قيد ولاده ووفاه. الحمد لله الشغل منظم بالمكتب، ماكو اي معوقات، زين، بس عندنا معوقة الوحيدة اللي هي البناية. موقع حاليا نحن موقع بديل، شغالين موقع بديل. الموقع الاصلي مستشفى الخنساء يعني شغلته بناء على توجيهات مدير عام الصحة. والله عندنا معامله مال خوي سلمناها 22 مال الوفيات، وسع ينتظر بس يحون اسمه ناخذه ونروح. هاي العمليه ايش قدرت تاخر منك؟ والله ما صارنا نص ساعه من جينا. والله عندنا شهاده وفاه تصدير وكتاب على المحكمه. اي والله ناخذه من هنا على مود نسوي قسام شرعي. ايمتى قدمت؟ والله هسه قدمت. وايمتى راح تكمل؟ هسه قال لي 5 دقائق الكتاب يكمل. الشغل سريع. سريع زين. والله جينا صار لنا يمكن ساعة ساعة ونص، ماشي الأمور الحمد لله. لا الحمد لله ماشي الأمور، ماكو شيء.